السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو عاجل من لجنة التربية النيابية. إجراء الامتحانات النهائية للمراحل الغير المنتهية صعب جدا بسبب الأعداد الكبيرة للطلبة وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا. هذه الأسباب دفعت اللجنة لاقتراح إنهاء العام الدراسي لهذه المراحل بعد مشاورات ستعقد قريبا مع وزارة التربية لحسم موضوع السنة الدراسية. المراحل المنتهية غير مشمولة بمقترح إنهاء السنة الدراسية، بالإضافة إلى الطلبة الخارجيين إذ ستكون هناك معالجات خاصة بهذه المرحلة. وزارة التربية نستعد لعقد اجتماعات موسعة من المسؤولين والمختصين لحسم موضوع العام الدراسي للطلبة. ندعو المسؤولين إلى مراعاة وضع الطلبة الحالي بمواصلة التعليم الإلكتروني، إذ أصبح هناك نفور من قبلهم بسبب بعض التصريحات التي تخص إنهاء السنة الدراسية أو اعتماد درجات نصف السنة. توضيح لهذا الخبر، هذا الخبر من لجنة التربية النيابية اليوم يعني صرحت وقالت امتحانات المراحل الغير المنتهية تكون صعب جدا يعني إجراءها بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا. يعني مثل ما قلت لكم إن شاء الله طلبة المراحل الغير المنتهية إن شاء الله يعتمدون على درجة نصف السنة، لأن ما دام التربية النيابية صرحت هذا إن شاء الله وزارة التربية يعني تقبل من لجنة التربية النيابية هذا التصريح. أو تقول بالنسبة للمراحل المنتهية والطلبة الخارجيين، لا تقول يعني هذول المراحل يمتحنون، لازم يمتحنون وزاري. وهناك تقول وزارة التربية يعني وزارة التربية هناك عدة اجتماعات، يعني مو اجتماع واحد، تعقد عدة اجتماعات مع المسؤولين والمختصين خاطر ينهون العام الدراسي للطلبة. وإن شاء الله المسؤولين يعني تقول لجنة التربية ندعو المسؤولين إلى مراعاة وضع الطلبة، يعني إن شاء الله هذه التصريحات أو هذه القرارات تكون من صالح الطلبة.